استعرض السفير الأمريكي لدى الجزائر جون ديروشر مسار تطور العلاقات الجزائرية الأمريكية التي وصفها بالمتميزة والشاملة لمختلف القطاعات. وفي محاضرة نظمها المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بمقر وزارة الشؤون الخارجية، ذكر ديروشر باتفاقية السلام والصداقة الموقعة بين البلدين عام 1795، وتحدث عن العلاقات بين البلدين قبل وبعد الثورة التحريرية، معرجا على التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والاقتصادية، مشيدا في الوقت نفسه بدور الجزائر في استتباب الأمن في المنطقة، مؤكدا مواصلة العمل مع الجزائر لترقية التعاون في مختلف المجالات في ظل الحركية التي يعرفها اقتصاد الجزائر. أقول أن العلاقات الأمريكية الجزائرية يزيد عمرها عن 55 سنة. العلاقات تطورت بشكل تصاعدي وتجلى ذلك في التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، ونشيد هنا بدور الجزائر في دعم استقرار المنطقة، كما شهدت هذه العلاقات تطورا في مجال التجارة والاستثمار، ووصلنا معا لقاءات الحوار الاستراتيجي، ولازلنا إلى الآن نواكب التحولات التي تشهدها الجزائر في سعيها الدائم لتنويع اقتصادها بعيدا عن المحروقات.